نظم اليوم الاتحاد الأوروبي ورشة لتقييم عرض المشاريع التي نفذها في البلاد، حيث شارك في المناسبة وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني وأمين الدولة في التخطيط التنموي، بالإضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد. تقرير فاطمة داود اللحمر. إن بلادنا تشاد والاتحاد الأوروبي تربطهما شراكة سياسية واقتصادية قوية، مما تجعلهما يسعيان إلى السلام والازدهار والتخطيط التنموي في البلاد. وقد نفذ الاتحاد الأوروبي منذ مجيئه إلى البلاد العديد من المشاريع التي ساهمت بشكل فاعل في رقي ونهضة البلاد، لذا جاءت هذه الورشة التقييمية من أجل عرض المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وكيفية سير أعمالها، وذلك لمعرفة ما تم إنجازها واستكمال ما تبقى من هذه المشاريع. في كلمة الافتتاحية في هذه الورشة، أمين الدولة في التخطيط التنموي سينيابي برناباس أشاد بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في شتى القطاعات، سواء كان ذلك في المشاريع الإنمائية أو الخدمية أو الصحية أو الأمنية، مضيفا بأن الورشة ستسمح للمشاركين التعرف أكثر على المجالات الممولة والمنفذة من قبل الاتحاد الأوروبي، ومعرفة الصعوبات التي تمت مواجهتها من أجل تفادي الأخطاء في تنفيذ المشاريع المقبلة. أما سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيسا إلينا أعربت عن سرورها التام بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي، وذلك بتنفيذ مشاريع تنموية جمة في مختلف المجالات، وأن الاتحاد سيواصل دعمه وتقديم المشاريع من أجل الاستفادة منها وتسخيرها لصالح المواطنين. ويمكننا القول بأن الورشة هذه ستسهم في رفع كفاءة المشاركين وإلمامهم أكثر بإنجاز وتنفيذ المشاريع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.